بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان السنة الرابعة متوسطة ترييد مسألة دي بي ام 2015. إذن لننطلق على بركة الله نقطة بنقطة. قال لعمي أحمد قطعة أرض مستطيلة الشكل، يعني لو نلاحظ جيدا، ها هو لو نلاحظ ها هو مثلا مستطيل. انظروا جيدا أبنائي كي تتعلموا إلى حل هذا المشكل بالطريقة الرياضية. هو مستطيل، الشكل مساحته أعطيت لنا هي 1000 متر مربع، نسبة إلى وحدة المساحة هي المتر مربع أو سنتيمتر مربع. الآن هنا أعطينا المتر مربع. عرضها كم يساوي؟ 50 طولة. لاحظوا جيدا، قال أوجد بعدي هذه القطعة. إذا نقول إيجاد بعدي هذه القطعة. ما المقصود هنا بالبعدي؟ عندنا الطول، إذا رمزنا له بآل ماجسكيل، والعرض نرمز له بآل مينيسكيل. لاحظوا الآن إلى هذه الجملة اللغوية، عرضها 50 طولة. ما معناها عرضها يساوي 50 طول؟ معناه أنه آل مينيسكيل يساوي لنا 2 على 5 ماذا؟ آل ماجسكيل. لماذا يا أبنائي؟ لأن يجب أن تكون هذه القيمة، لأن المعروف أن الطول آل يكون أكبر من ماذا؟ من العرض. هذا لا جدال في ذلك، أكبر أو يساوي، يعني إذا كان مربع يصبح الطول والعرض متساويان. يجب أن تكون هذه القيمة يا أبنائي، بما أن هذا آل اللي هو العرض يساوي بدلالة الطول، معناها يجب أن تكون 0. هذه القيمة يجب أن تكون 0. لو كانت مثلا 1، فاعلموا أن ليس هذه النسبية المطلوبة. إذا دائما اعلموا هذه الأمور يا أبنائي، أن القيمة التي تكون هنا بدء هذا آل مينيسكيل يساوي بدالة الآل ماجسكيل، هذا العدد يجب أن يكون 0. حتى ماذا؟ حتى يتم التصغير. لاحظوا جيدا الآن أبنائي، الآن آل يساوينا 2 على 5 من آل ماجسكيل. ترجمنا هذه الجملة اللغوية إلى قاعدة رياضية، لكن نحن نعلم أن مساحة الحقل أو القطعة المستطيلة، لاحظوا جيدا المستطيلة، ماذا تقول القاعدة؟ إذا سميناها A تصبح ماذا تساوينا يا أبنائي؟ تساوينا آل ماجسكيل، آل ماجسكيل في آل مينيسكيل، يعني طول في العرض. لكن الأ هذه المساحة ها هي قيمتها، يمكن أن نجلبها إلى هنا، ركزوا. وآل مينيسكيل ها هي ماذا تساوي؟ تساوينا 2 على 5 آل ماجسكيل، يعني يمكن أن نعوضها هنا. ماذا يصبح يا أبنائي؟ يصبح لنا 1000، انظروا جيدا نقطة نقطة حتى تعلموا، 1000 تساوي آل ماجسكيل. الآل مينيسكيل قلنا ما هي قيمته؟ هي 2 على 5 في آل ماجسكيل. ونكمل الآن رويدا رويدا في معادلة مجهولها هو الآل ماجسكيل، فتصبح لنا هذه آل في آل اللي هي آل مربع في ماذا؟ في 2 على 5 يساوي كم يا أبنائي؟ يساوينا 1000، لأن يعني مساواة عملية تبديلية في المساواة. هنا نستعمل جداء الطرفين في جداء الوسطين، لأن مقام هذا هو 1، وهذا لو نلاحظوا حتى أعلمكم نقطة نقطة، أصبح هنا 2 آل ماجسكيل على 5 تساوي لنا ماذا؟ 1000 على 1. لم أفعل شيء، هذا في هذا وهذا في 1. فماذا ينتج يا أبنائي في جداء الطرفين في جداء الوسطين؟ أن هذا في هذا يساوي لنا هذا في هذا، فتصبح لنا ماذا؟ 2 آل ماجسكيل يساوي لنا 5، ركزوا 5 في 1000 اللي هي 5000. ومنه ماذا؟ ومنه آل ماجسكيل يساوي لنا ماذا؟ 5000 على 2، وتصبح لنا كم؟ 5000 اللي هي 2050.
500. 2500 هذه هي ال ماجيسكيل، ومنه ال الماجيسكيل مربع، يصبح يساوي لنا جذر 2500. جذر 2500 لو نلاحظ هنا بالآلة الحاسبة، لاحظوا جيدا هنا أبنائي، ركزوا، إذا قلنا جذر 2500 أعطت لنا 50، إذا تساوي لنا 50 متر. إذا ها هو قد ظهر الطول. ركزوا أبنائي، إذا نقول، لاحظوا نقطة نقطة حتى تعلموا، إذا لاحظتم الفكرة هي ترجمة تلك الكلمة اللغوية إلى علاقة فقط بين الطول والعرض. نقول ومنه آل العرض، الطول يساوي لنا 50 متر. لاحظوا جيدا هذا فيما يخص الطول يا أبنائي، كم وجدناه؟ يوجد 50 متر. نأتي الآن إلى حساب العرض، ما علينا إلا إتيان هذه القيمة يا أبنائي ونعوضها هنا فقط، فتصبح لنا آل صغيرة اللي هي العرض يساوي لنا 2 على 5 في 50. فماذا يمكن أن نقول؟ آل يساوي لنا، لاحظوا نقطة نقطة أبنائي حتى لا تختلط الأمور، تصبح لنا هي 2 على 5 في 10 في 5. لماذا؟ لأن الخمسون هي ذلك، يذهب هذا مع هذا، فتصبح لنا آل يساوي لنا 2 في 10 اللي هي 20 متر. ها هو الطول والعرض يا أبنائي لهذه القطعة. وكذلك لو نريد التحقق، لو نضرب 50 في 20 تساوي لنا كم؟ تساوي لنا 1000. جربوا هذا الشيء، 1000 متر مربع بهذه البساطة فقط. الآن أبنائي بعد ما وجدنا الطول والعرض، سوف نأتي إلى تنازل عمي أحمد لأخيه عن جزء من هذه القطعة مساحته هي أمامكم، هي 100 متر مربع، وخصص الجزء الباقي منها لاستغلاله مشتلة للورود والأشجار. لهذا الغرض قسم هذا الجزء عشوائيا إلى قطعتين كما هو موضح في الشكل، ها هو أمامكم شكل أبنائي، انظروا جيدا. قال نضع دي ام يساوي لنا اكس، يعني هذا الطول من هنا الى هنا وضع انه اكس، وحيث هذا اكس هو متغير حقيقي يعني عدد حقيقي. انظروا جيدا، ام نقطة من دي سي، مع العلم ان هذا الاكس يتغير من الصفر الى الخمسون، يعني يمكن ان هذا الاكس، لاحظوا جيدا ابنائي، هذا الاكس له الحق ان يتغير من هنا الى غاية هنا كما أشير. هذه هي كل القيم التي يمكن أن يأخذها إكس، يعني لماذا؟ لهذا قال أن الإكس محصور ما بين الصفر والخمسون، لأن الخمسون هي من هذا عفوا من هذا المكان إلى هذا المكان، هذا هو يعني المبدأ. لاحظوا هنا أبنائي، قال لتكن اف مساحة المثلث بي سي ام، بي سي ام ها هو البي سي أم، هذا هو المثلث، هذه اسمها اف لي اكس، وعندنا جي لي اكس مساحة القطعة ا بي ام دي، ا بي ام دي اللي هي هذه ا بي ام دي، هذه القطعة. انظروا جيدا، قال عبر عن اف لي اكس وجي لي اكس بدلالة اكس. اذا نقول التعبير عن اف لإكس بدلالة إكس، هنا يعني كأنما عبر عن مساحة المثلث بي سي ام بدلالة الإكس. أولا ما هي مساحة المثلث؟ أولا مساحة المثلث، مساحة المثلث أي مثلث كان، هي ماذا؟ هي تساوي، هي القاعدة طول، القاعدة في الارتفاع على ماذا؟ على 2. ها
هذه هي مساحة المثلث أبنائي. الآن ما هو هنا الطول القاعدة وما هو الارتفاع؟ والاثنان موجود. لاحظوا جيدا، القاعدة ها هي القاعدة، لكن هل نحن نملك قيمتها يا أبنائي؟ لا. ما هو طولها؟ طولها أليس هو هذا الطول اللي هو 50؟ انظروا، هو 50 هذه، وننقص لها إكس. انظروا، تعالوا انظروا بعينيكم، هذا ناقص هذا، أليس هو هذا الأسود؟ نعم. إذن تصبح لنا إف لإكس تساوي لنا كم؟ إذا قلنا طول القاعدة، أولا نضع الخط هكذا، القاعدة هي 50 ناقص إكس، هو الذي يساوي لنا هذا إم سي. أعيد ربما حتى تفهموا أبنائي، هكذا ركزوا جيدا. إذا يساوي لنا إم سي، هذا الطول في ماذا؟ في الارتفاع اللي هو هذا أ دي على 2، وتساوي الإم سي. ما هو الإم سي؟ إذا إم سي قلنا هو 50 ناقص إكس، هذا هو الإم سي، في الارتفاع اللي هو كم؟ اللي هو أ دي اللي هو 20 على ماذا؟ على 2، وتساوي، انظروا جيدا، لم أفعل شيء، أنا أقوم بحساب طول هذا مساحة هذا المثلث، فتصبح لنا إف لإكس تساوي هذا في هذا اللي هو كم؟ ركزوا أرجوكم، نقطة نقطة أبنائي، فتصبح لنا هذا في هذا يعطينا 1000، ثم هذا في هذا ناقص 20 إكس على 2. يمكن أن نقسم على 2، معناه هذا يقسم على 2، تصبح لنا هكذا إف لإكس تساوي، أو يمكن هنا تعلموا أبنائي نقول 1000 على 2 ناقص 20 إكس على 2، هكذا حتى تعلموا الاختزال أين يحدث. 1000 على 2 اللي هو 500، ناقص 20 على 2 اللي هي 10 إكس، ها هي عبارة الإف لإكس قد ظهرت بطريقة سليمة جدا. انظروا فقط. الآن بعد ما أكملنا مع الإف لإكس، نأتي الآن أبنائي إلى الجي لإكس، ركزوا جيدا. إذا نقول هنا التعبير عن جي لإكس هكذا بدلالة الإكس. لاحظوا هنا جيدا، الجي لإكس قال هي مساحة هذا الشبه المنحرف. انظروا جيدا، ها هو أمامكم شبه منحرف، انظروا هذا هو الشبه المنحرف، مساحته يعبر عليها بالدالة جي لإكس. نحن نعلم أن مساحة، إذا أولا نقول مساحة الشبه المنحرف، مساحة الشبه المنحرف ماذا تساوي يا أبنائي؟ تساوينا القاعدة الصغرى، القاعدة الصغرى زائد الكبرى هكذا، في الارتفاع على ماذا؟ على 2. قاعدة الصغرى زائد الكبرى في الارتفاع على 2، إذا ماذا إذا سمينا؟ إذا تصبح لنا هكذا جي لإكس تساوي قاعدة الصغرى اللي هي هذه دي أم، دي أم في ماذا؟ في زائد القاعدة، إذا القاعدة الصغرى زائد القاعدة الكبرى اللي هي أ بي، في الارتفاع اللي هو أ دي على 2. فماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج لنا هكذا القاعدة الصغرى اللي هي دي أم، هذه دي أم، دي أم اللي هي إكس، دي أم هي طولها إكس، زائد أ القاعدة الكبرى اللي هي أ بي اللي هي زائد 40، انظروا جيدا، في الارتفاع اللي هو أ دي اللي هو 20 على ماذا؟ على 2.
فيمكن أن نختزل هذا مع هذا فتصبح تساوينا كم؟ تصبح تساوينا x زائد 40 في ماذا يا أبنائي؟ في 10. فتصبح لنا عبارة g مباشرة، إذا تصبح لنا g ل x تساوي لنا هذا في هذا اللي هو 10 x زائد ماذا؟ زائد 400. ها هي بدلالة الإكس. الآن هذه عبارة تسجيل إكس يا أبنائي، ها هي أمامكم، انظروا كل عبارة على حدة. الآن جاء السؤال الآخر، ماذا قال؟ قال ساعد عمي أحمد لإيجاد الطول دي أم حتى تكون لي القطعتين لقطعتي الأرض نفس المساحة. معناه يريد أن نبحث عن قيمة هذا الإكس، هذا الإكس، حتى تكون هذه المساحة الورد تساوي مساحة الأشجار. إذا نقول إيجاد، إذا ساعد عمي أحمد لإيجاد الطول دي، إذا نقول إيجاد إكس يعني دي أم هو إكس، إيجاد إكس حتى تكون ماذا أبنائي؟ تكون بكل بساطة مساحة كل واحدة معناها حتى تصبح تكون اف لي اكس تساوي جي لي اكس. لماذا؟ لأن مساحة الأول هي الاف جي اف لي اكس ومساحة الثانية هي جي لي اكس. هو ما علينا إلا إتيان بكل عبارة كما هنا موضح ونساوي بينهما ونحل المعادلة. فتصبح لنا ماذا أبنائي؟ فتصبح لنا 500 زائد عفوا ناقص 10 اكس تساوي ماذا؟ تساوي لنا 10 اكس زائد ماذا؟ زائد 400. هنا ابنائي يمكن ان ننقل هذا الى هنا كما يمكن ان ننقل هذا الثابت الى هنا. انظروا جيدا نقطه نقطه، فتصبح لنا ناقص 10 اكس ناقص 10 اكس، لان هذا لما ينقل يصبح ناقص 10، وفي الجهة الأخرى تصبح لنا 400 ناقص 500. هذا مفروغ لأن 500 لما تنقل إلى الطرف الآخر تغير إشارتها. فماذا ينتج يعني؟ ناقص 10 إكس وناقص 10 إكس تعطينا ناقص 20 إكس، لا جدال، نجمع ونحتفظ بنفس الإشارة. ومن هنا تصبح لنا تساوينا ناقص 100. لماذا؟ لأن 400 ناقص 500. بما أن هذه القيمة اللي هي ناقص 20 مضروبة في الإكس وتنقل إلى المقام مع إشارتها فتصبح لنا ناقص 100 على ناقص 20. الناقص مع الناقص يذهب فتصبح لنا إكس كم يا أبنائي؟ 100 على 20 تعطينا 5 متر. إذن هذا الطول يجب أن يكون كم؟ يساوي لنا 5 متر حتى تكون هذه المساحة وهذه المساحة التي أشير إليهما تكون متساوية. إذن كم تكون؟ قال سعيد عمي أحمد لإيجاد الطول دي أم، إذن تصبح لنا دي أم الذي هو نفسه إكس يساوي لنا كم؟ 5 متر بهذه البساطة المطلقة فقط أبنائي. الآن بعد ما أكملنا مع هذا السؤال الذي وجدنا من خلاله قيمة الإكس نأتي إلى السؤال الآخر. قال في المستوي المنسوب إلى المعلم متعامد والمتجانس مثل بيانيا الدالتين. لو تلاحظون هي نفسها الدواء التي توصلنا إليها، يعني ها هي أمامكم 10 إكس زائد 400 و 500 ناقص 10 إكس. لو تلاحظون هما نفسهم، ها هم أمامكم. يعني الطالب الذكي لما يقوم بالدراسة يقوم دائما بقراءة كاملة للوضعية ثم يبدأ بالحل. لاحظوا قال نأخذ 1 سنتيمتر على محور الفواصل كم يساوي؟ يساوي لنا 2 متر، يعني هنا 2 هذه متر وهنا 2 وهنا 2، يعني هنا الطول، هنا هذه جهة الطول. لاحظوا وفي الجهة الأخرى يمثل المساحة، المساحة أكيد المساحة بالمتر مربع، هذا الطول هنا بالمتر، هنا الوحدة هي المتر، وهنا بالمتر المربع، هنا نقول متر مربع.
عندنا ماذا حدث يا ابني؟ إذن نقول قال هنا ما علينا إلا إتيان بكل عبارة ونلاحظ كيف نقوم بعملية الرسم. نحن عندنا أولا F ل X كم تساوي يا ابني؟ تساوي لنا 500 ناقص 10 X. هي دالة، كيف هي؟ دالة تآلفية. هنا دائما أبنائي تعلمون أن يتم العمل بإنجاز الجدول المساعد، هو الذي يساعدنا على رسم هذه الأنواع من الدوال، هي الدوال التآلفية. نقوم برسم هذا الجدول البسيط الذي من خلاله نقوم بتعيين كليهما. لاحظوا جيدا، ها هو الجدول الأول وها هو الجدول الثاني، والآخر نقوم بمسحه فلا نحتاجه. هكذا لاحظوا أولا أي نقطة تعين بإكس وإيجراك، أي مستقيم يعين بنقطتين إكس وإيجراك. عندنا الإكس وعندنا الإيجراك. عندنا لو نعطي أولا للإكس صفر، عوض هنا بالصفر، كم تتحصل؟ تتحصل على 500. إذا إكس يساوي صفر، الإيجراك هو 500. هذا النقطة الأولى. نتابع جيدا، نعطي مثلا هنا، نعطي للإكس 10، تصبح لنا كم؟ تصبح لنا 500 ناقص 100. 500 ناقص 100 هي 400. إذا لما الإكس قلنا أخذ كم يا أبنائي؟ أعطينا له 10، الآخر أصبح 400. تعالوا الآن صفر مع 500، ها هي أمامكم في هذا المكان، والعشرة الإكس أخذ كم قلنا؟ 10. نتابع جيدا، إذا قلنا 10 مع 400، 10 مع 400 سوف تكون في هذا الموضع. ثم أبنائي نقوم بعملية التوصيل ما بين، عفوا بالمسطرة، نقوم بالتوصيل هكذا. هذه اسمها ماذا؟ اسمها F لX. F لX تساوي 500 ناقص 10 X. نأتي الآن إلى جيلي X، كذلك جيلي X هي لما نعطي لهذا الصفر، الX يساوي الصفر، تصبح لنا كم؟ 400. إذا X Y، الX قلنا أخذ الصفر، الإيجراك يصبح 400. نعطي للإكس، نعطي له 10، هنا نعوض بعشرة، فتصبح لنا ماذا؟ فتصبح لنا 100 زائد 400 تصبح 500، أي الإكس أخذ 10، الآخر يصبح 500. إذن صفر مع 400 ها هي، وعندنا العشرة مع ماذا أبنائي؟ العشرة مع 500. العشرة مع 500 تكون في هذا الموضع كما أشير هنا، ونقوم كذلك بالتوصيل ما بين النقطتان بهذه البساطة هكذا. انظروا جيدا هكذا، ونسمي هذه جيلي إكس تساوي 10 إكس زائد 400 فقط. ها قد الآن رسمنا يا أبنائي هذه الدالتان. الآن بعدما قمنا برسم هذه الدالتان، قال فسر بيانيا مساعدتك السابقة لعم أحمد مع تحديد قيمة المساحة في هذه الحالة. نتابع جيدا، إذا نتابع. أولا نحن كم وجدنا يا أبنائي؟ لو تلاحظون إلى تساوي المساحتان، ها هم أمامكم، وجدناها 5، إكس يساوي 5. نتابع جيدا، هل مع في البيان تظهر ذلك؟ ركزوا هنا أرجوكم، هل نجد 5 أم لا؟ ها هي أمكم تقاطع في هذا المكان، كم يا أبنائي؟ انظروا، وهذا المكان كم؟ ألا تلاحظون؟ إذا فسر بيانيا مساعدتك السابقة لعم أحمد مع تحديد. إذا نقول تقاطع، انظروا جيدا، في هذا المكان كان الإكس كم؟ 5. إذا نقول تقاطع التمثيلان البيانيان
الدالتين ما هما؟ اف وجي تقاطع التمثيل البيني هو ماذا؟ هو تساوي المساحتان عند ماذا؟ عند اكس كم يساوي ابنائي؟ الاكس يساوي 5 يعني 5 متر، والمساحة تصبح 450 متر لكل قطعة بهذه البساطة. يعني في هذا المكان هنا تقاطع الأزرق مع الأحمر، هذا الآف لإكس وهذا جي لإكس في هذا المكان، وتصبح قال مع تحديد قيمة المساحة في هذه الحالة. إذا سمينا هذه النقطة يا ابني سميناها آش، هذه آش حدثية ما هما؟ هما 5 و450، والمساحة قال مع تحديد قيمة المساحة، قيمة المساحة كم تكون يا أبنائي؟ تكون S، إذا سميناها S تساوي 450 متر مربع. ها هي أمامكم مساحة، لأن قلنا هذه الجهة جهة المساحة وهذه جهة الطول أو الأبعاد بهذه البساطة. ولو نأتي الآن يا أبنائي ونعوض في عبارة كل دالة أمام أعينكم، سوف تدققون وتلاحظون أن الكلام الذي تحدثنا به كلاما صحيحا. انظروا جيدا، معناها ها هو أمامكم، انظروا. لو نعوض بخمسة، عوض هنا بخمسة، ماذا ينتج؟ تصبح لنا F لإكس تساوي لنا 500 ناقص ماذا؟ ناقص 100 ناقص 50، وتصبح تساوي لنا 450 متر مربع. عوض الآن هنا بخمسة، وتصبح لنا جيلي، في الحقيقة هنا جيلي 5، أف لي 5 وهنا جيلي 5، تصبح تساوي لنا 10 في 5 زائد ماذا؟ زائد 400، وتساوي لنا 450 متر. يعني بيانيا ما حسابيا لا يوجد تناقض. وبهذا أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الشرح. كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك للأستاذ نور الدين، وزيارة منتدى الأستاذ نور الدين كذلك. ووفقكم الله إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.